الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال موقع ذا نيوب عرب إن تركيبة الموازنة العراقية التي تعتمد على الواردات النفطية بشكل كبير وتوزيعها على الرواتب والنفقات التشغيلية تؤكد أن العراق لا يزال رهينة لسوق النفط العالمية. وأضاف أن اعتماد العراق الكلي على الإيرادات النفطية بنسبة تجاوزت 90% يعد مؤشراً خطيراً يهدد الاقتصاد على المدين المتوسط والبعيد، مع توقعات انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل الواحد. أكد عضو اللجنة المالية النيابية السابق أحمد الصفار أن الموازنة الجديدة في العراق التي أقرت مؤخراً لم تركز على بناء الاقتصاد العراقي واستمرت بذات النهج الريعي. وأوضح الصفار أن الموازنة لم تركز على المشاريع الاستراتيجية والتي من شأنها تقليل القطاعين العام والخاص، وبالتالي توفير فرص العمل للشباب وتقليل حجم الاستيرادات التي يقوم بها العراق والذي يستورد معظم احتياجاته من الخارج. أكد خبراء اقتصاديون أن خفض قيمة الدينار ترجع إلى فشل الحكومة في حل أزمتها مع البنك الفيدرالي الأمريكي، وكان البنك الفيدرالي الأمريكي قد وضع بعض الشروط لم تستطع الحكومة في بغداد ولا البنك المركزي في العراق التوافق على هذه الشروط والوفاء بها، ولا تزال هذه النقاط عالقة. وبالتالي فإن سبب استمرار ارتفاع سعر الدولار هو لأن المشاكل مع الفيدرالي الأمريكي لم تحل. قال عضو غرفة التجارة الإيرانية العراقي يحيى الإسحاق إن إيران تسعى لوجود أكبر في العراق عبر الاستثمارات على الرغم من وجود ما سماها بالمخاطر. هذا وأثار إعلان الملحقية التجارية في السفارة الإيرانية في بغداد تخطي صادرات إيران إلى العراق عتبة 10 مليارات دولار في السنة المالية المنتهية، وفق التقويم الفارسي أثار جملة تساؤلات حول الحجم الحقيقي لهذه التجارة، حيث قالت أن إيران تصدر للعراق حوالي 4500 سلعة، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة إيرانية لتضخيم صادراتها للعراق للتغطية على تورطها بتهريب العملة. قال مساعد وزير الخزانة الأمريكي والي إديومو إن إيرادات الحكومة الروسية من المبيعات النفطية تراجعت بنحو 50% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. وأوضح إديومو أن الإيرادات النفطية لروسيا تراجعت مقارنة بالعام السابق، على الرغم من أن روسيا تصدر حاليا مزيدا من النفط الخام مقارنة بالمراحل الأولى من الحرب، مضيفاً أنه على الرغم من الزيادة في الصادرات تكسب روسيا أموالاً أقل لأن نفطها يباع بأسعار أدنى بـ 25% مقارنة بغيره في العالم. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.